خير ان شاء الله. شو اليوم كمان ما رح اخلص منك؟ قلي شو مشكلتك؟ شو الموضوع؟ الموضوع ملك. ملك حامل مني انا. يلي ببطنه هو ابني مو ابنك. الكل بيعرفه بس انت لا. حبيت خبرك بهالشي. اسمع، انا بعرف منيح شو عملت معها. بعرف كيف تركتها لحالها ومشيت، ولهيك بتسكت وما بتفتح الموضوع مرة تانية. انا وملك قطعنا وعد لبعض، وقفنا سوا على رجلينا، ومحينا كل الماضي تبعنا، وبلشنا حياة جديدة من الصفر. أسسنا لعيلة بتشبهنا، والله بيحبنا وأكرمنا بهذا الولد. شو مشكلتك؟ ليك علي، أنا كمان محيت الماضي وهداك الموضوع تسكر، لا تشغل بالك. بس هذا الولد ابني وأنا ما رح أترك لكم إياه أبدا. كأنه أنت ما عم تفهم شو عم أقول؟ الولد بيكون ابني أنا وعمره بس 5 أسابيع، فهمان؟ ما بتذكر اسم ملك مرة تانية على لسانك، أحسن ما أقبرك. نزل إيدك ولا. شو عم يصير هون؟ شو المشكلة؟ فهموني. جود، مشكلة بتخص الشغل. ابنك المصون عم ياخد استشارة من محمد بخصوص شغلنا ومشان الشركة، وطبعا بدون ما يخبرني. فهمني كيف بدك يعني اسكت له عن هذا الشيء كله. وانا كمان كنت عم اساله لجود بيك ليش كل هالقد متضايق من القصه ومزعوج منها، ولهيك اجيت لهون. انا زعلت من محمد لانه تركنا وراح بدون مبرر، بس بالاول ولا بالاخر هي مجرد استشاره بخصوص الشغل. ليش كل هالقد مكبرها جود؟ اذا انا كنت مدير الشركه عدنان بيك ما رح اسمح بهذا الشيء يصير، وهذا القرار نهائي عندي. لو هيك كنا نحل المشاكل بعمرها الشركة ما كبرت ولا وصلت للي وصلت له هلأ. نحنا مو هيك تعودنا نحل مشاكلنا يا جود. لكن كيف تعودنا نحلها؟ لو كنت مكاني قلي شو بتعمل؟ لو كنت مكانك بحل المشكلة بشكل حضاري وأنيق. طبعاً إذا كانت المشكلة هي فعلاً محمد. بشكل حضاري قلت لي ما؟ متأكد؟ متأكد. يلا تفضلوا. ألو جهاد، مرحبا. تعرف عنوان شخص اسمه محمد كان يشتغل معنا وتركنا وراح؟ حلو، أنا هلأ رايح على البيت، جيبوه لعندي، وإذا ما رضي يجي جيبه بالزور.
مو صحيح.